خلينا نشوف، هنبدأ من الأول الحدوتة من أولها، إن البابا توادروس اللي كان من ضمن الوصايا العشر بتاع سيدنا موسى اللي عليها مبني الإنجيل العهد الجديد، لا تكذب. ومع ذلك البابا توادروس طلع قال: رحلتي لأمريكا محددة من العام الماضي ولا علاقة لها بزيارة السيسي. خلينا نمشي واحدة واحدة مع البابا. يعني انت طالع رحلة ملهاش علاقة بزيارة السيسي، صح؟ واحنا ما نقدرش نقول عليك كذاب لانه ده كلام، يعني محتاج اثبات انك كذاب او صادق. فجأة الايام تبين مدى كذب توادروس. الترحيب بالسيسي والفرح بزيارته هو فرح بمصر وطننا الغالي علينا جميعا. طيب يعني انت بتؤمر اتباع الكنيسة الارثوذكسية في امريكا بانهم يطلعوا يرحبوا بالسيسي، بس ده كلام برضو مرصوص، يعني ممكن يكونش قاله البابا توادروس وانا لازم ادافع عنه، ده رأس الكنيسة الارثوذكسية. خلينا نشوف ده فيديو. هل في فيديو حاجة زي كده؟ نشوف كده. سيدنا البابا وحبه لمصر ووطنيته، لما البابا شنودة كان بيقول مصر ليس وطن يعيش فينا، فنيافت قداسة البابا توادروس بيكمل نفس الوطنية وحبه لمصر، وعشان كده اهتمامه برحلة سيادة الرئيس السيسي. وكما الجمعية بتطلع كل سنة للرئيس، احنا مطلعين من جميع الكنائس، من جميع اي كنيسة هتقول في عدد 55 نفر بكرة بإذن الله الجمعة من قدام كنيسة ماري جرجس في برجن في أتوبيسات والبارك ببلاش. هنمشي من قدام الكنيسة الساعة 3:30 بإذن الله بكرة، لأن الرئيس هيوصل بكرة. وزي ما سيدنا في الوعظة قال إن الواحد لما بيجي والده من بره بنرحب بيه، فياريت المرة دي عشان وجود قداسة البابا هنا تبقى أقوى من كل مرة، يعني بقى خروجنا المرة دي بنرحب بالرئيس عشان وجود سيدنا البابا موجود معانا تبقى أقوى مرة لينا إن احنا نطلع نرحب بسيادة الرئيس. بإذن الله يوم الحد بردك في أتوبيسات من جميع قدام جميع الكنائس بردك، وهنطلع بعد القداس من جيرسي من نيويورك أي كنيسة بردك هتقول لنا فيه عدد كامل ل 55 نفر، هنوصل للكنيسة أتوبيس ياخدهم بعد القداس ويرجعهم تاني بردك الأوتيل. الحقيقة البابا توادروس عمل حركة عشان ما يبقاش ولا دعا، فقعد وجاء واحد من أبناء الجالية المصرية فقال بالكنيسة والبابا قاعد: أنا ماليش دعوة والله يا عم، أنا ماليش دعوة، يعني ماليش دعوة، هو اللي بيقول أنا قاعد، أنا راجل غلبان ماليش دعوة، أنا جاي ضيف، هو اللي بيقول. يعني نوع من الغش والتدليس الحقيقة، يعني مهين قوي للبابا للبابا توادروس عشان ما يطلعش كذاب. وهو نسي ان في سفر الأمثال في آية بتقول: زينة الإنسان معروفة والفقير خير من الكذوب. دي في سفر الأمثال 29-22. عيب، عيب تبقى قاعد عامل نفسك مالكش علاقة، والراجل اللي بيقول أنا جاي أقول وعظ وصو خد الميكروفون ووقف يتكلم، يا راجل عيب، عيب ده نوع من الغش. والغش له آية في سفر المزامير بتقول الآية: صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. عيب عيب. وهل صليبك اللي انت بتحمله معاك زي ما امرك المسيح امرك تبقى مدلس وغشاش؟